السيد الأمين العام لوزارة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والذي يحتفل تحت شعار لنحترم التزام الأحياء وكذا السائلين على الدفاع عن حب. في إطار تمسك الجزائر بطابعها الاجتماعي، سخرت بلادنا تدابير وإجراءات حمائية في مجالات عديدة، منها خاصة الاستثمار في التربية والتعليم والتكوين وفي المنظومة الصحية والعمل والضمان الاجتماعي، واهتمت بتحسين المستوى المعيشي للأسر والاستثمار في البرامج الاجتماعية والتضامنية لإنشاء أرضيات حماية اجتماعية متينة وبالتالي حماية الأطفال من العمالة. عبرت الجزائر في كثير من المحطات عن عزمها الدائم على القضاء على جميع أشكال استغلال أبنائنا، إذ نسعى لبناء مستقبل أفضل تتجسد فيه قيم التعاون والتضامن بين دول العالم، واضعين الجميع أمام التزاماتهم، وهو الشعار الذي اختارته منظمة العمل الدولية لهذه السنة لنحترم التزاماتنا لنضع حداً لعمالة الأطفال. ولا تزال الجزائر تبذل جهوداً هائلة في مجال حماية وتعزيز حق الطفل، ملتزمة بحضورها الدائم في المحافل الدولية لمناصرة ودعم كل المبادرات والمساعي التي ترمي إلى تحقيق السعادة لأطفالنا. بالنسبة للجزائر فإنه النتائج التي تم تحقيقها في مقاومة عمل الأطفال هي نتائج باهرة، وذلك نتيجة مقاربة متعددة الأدوار ومتعددة المداخل لمقاومة عمل الأطفال، وهذا اللي مكن من الوصول إلى هذه النتائج.